يشمل هذا المسؤولين كذلك؟ المسؤولين يعني لا أتحدث عن مسؤولين، ولكن عني شخصيا أنا أدفع الفواتير في وقتها، ولكن تسألني هل هذه الفواتير يعني مكافئة لقيمة الطاقة اللي تستهلك في البلد؟ أقول لك لا، هي يحتاج لها يعني مراجعة. يعني أنا سكنت سابقا في دول عدة، كأن تكون دول عربية أو أجنبية، الفواتير اللي أتذكر كنت أدفعها أكثر من العراق، ولذلك التعرف هنا يجب أن تراجع. ونحن في وزارة الكهرباء نعمل الآن بالتعاون مع وزارة النفط ووزارة المالية. العفو، يعني أنت لست مدينا بأي أموال للكهرباء؟ لا ما عندي، أنا أدفعها قلت لك في وقتها، يعني كمواطن يعني أدفعها.